فاحنا عندنا هنا بقى سيناء ومدن القناة بالقطع هي الأكثر تأثراً، الأكثر تضرراً لو صح التعبير، من هذه الحروب اللي شهدتها مصر. أهالينا في الثلاث بلاد، في الثلاث مدن، في الثلاث محافظات بضواحيهم وملحقاتهم قدموا كل التضحيات، وطبعاً أهالينا في سيناء قدموا كل التضحيات اللي ممكن تتصورها، عقود بيدفعوا ثمن الحرب. لكن تيجي في يوم من الأيام تعدي السنين ويبقى في حاجة اسمها حياة كريمة، فحياة كريمة دي بقى تيجي تعمل إيه؟ تقول لأ، ده احنا لازم نبني من أول وجديد، والتمن اللي دفعتوه كان غالي، وبالتالي الرد لازم يبقى أغلى. تعالوا نروح للإسماعيلية، وتحديدا دكتور محمد أنور، منسق عام حياة كريمة بالإسماعيلية. أهلا بيك يا دكتور. مساء النور يا فندم، مساء النور على السادة المشاهدين، ازاي كل سنة ومصر بخير. اللهم أمين يا رب كلنا بخير. احكي لي شوية على الإسماعيلية، واحكي لي على حياة كريمة في الإسماعيلية، وكأننا نرد الجميل لأهالينا هناك. يمكن احنا من شهر النصر، شهر الانتصارات، شهر أكتوبر العظيم، يمكن احنا افتتحنا المبادرة الرئيسية حياة كريمة من مركز الأمطار شرق، من الضفة الشرقية لقناة السويس. بنشتغل على 16 قرية، أغلبهم أو الأربع قرى الأم الرئيسية بتقع على أنقاض خط بارليف. يمكن هاخد الكلمة من سيادة العقيد مجدي محمود أحمد حسن اللي اتكلم قبلية واتكلم عن جبل أم خشيب اللي اتسيطر عليه. أيوة. إحنا يعني بنقول دلوقتي إن قرية أم خشيب اللي كان فيها أكبر مركز إعاقة وسيطرة أو تحكم وسيطرة للعدو الإسرائيلي بيقام فيها حياة كريمة الآن. دي من ضمن الحاجات المبادرة على الضفة الله الشرقية للقناة. أكبر. عندنا قرية السلام اللي بتوازي الناحية التانية في الضفة الغربية، قرية سرابيوم، أو هم منطقة ثغرة الضفة لسوار، يقام فيهم حياة كريمة الآن بجملة مشروعات بتتخطى 130 مشروع في كافة المحاور، زي ما أجدادنا وأبائنا اشتبكوا مع العدو الإسرائيلي في اكتوبر 73. احنا كمنسقين حياه كريمه توجهنا بفريق حياه كريمه في الضفه الشرقيه من القناه، وتولينا مسؤوليتنا الوطنيه ومسؤوليتنا القوميه خلال بلدنا واهلنا، واتجهنا للمشروعات حياه كريمه واحتياجات اهلنا من مركز الانطار الشرقي اللي بيقع في الضفه الشرقيه من القناه، وابتدينا نشوف احتياجات اهلنا ونقول حياه كريمه يا مصريين لكل الناس وكل الموجودين هناك. اشتبكت حياة كريمة مع 18 محور بيلمسوا الإنسان المصري يوميا في كافة القطاعات، من محاور البنية التحتية ومحاور الأبناء التعليمية ومحاور الطبية والمحاور ومراكز الشباب والخدمات الطبية. يعني يا أستاذ يوسف احنا هنا بنقدم حياة كريمة بجد، حاجات عانت منها القرية المصرية لسنين طويلة بنقدمها في صورة بناء للإنسان وحياة كريمة بتطور، بتحاول تطور من مستوى المعيشة للقرية، وبنحاول نقدم أفضل استفادة ممكنة لأهلنا بمركز الأنطار الشرق أو بالضفة الشرقية للقناة. طيب فرحنا وفرح مصر، مش طمننا، احنا مطمنين، لكن فرحنا كده. معدلات التنفيذ في حياة كريمة في إسماعيلية واصلة لكام في المية؟ خلينا نتكلم، انا قلت لحضرتك ان احنا بنشتبك مع 18 محور يوميا من المحاور اللي بتلمس الانسان المصري. احنا اخذنا التكليف كمنسقين حياه كريمه يوم 2 يناير 2021 وانطلقنا وعبرنا القناه مع زراعه تنفيذ المبادره الهيئه الهندسيه، وزي ما قلت لحضرتك 18 محور اللي احنا بنتكلم فيهم. عندنا محاور مياه الشرب وصلت لمعدلات انجاز بتتجاوز ال 95% على مستوى 16 قريه و37 تابع. محاور الصرف الصحي وصلت ل 85%، محاور زي الابناء التعليميه وصلت ل 100%، محاور مجمعات الخدمات الحكوميه، وده الموديل الجديد اللي بتقدمه حياه كريمه لكل اهلنا في قرى الريف المصري، او بشكل خاص اهلنا في مركز القنطره شرق. الموديل الجديد هو مجمعات الخدمات الحكوميه اللي بتقدم 7 خدمات للمواطن. كان اهلنا بيضطروا يعبروا من الشرق للغرب عشان يحصلوا على الخدمات دي. الخدمات دي بتتمثل في خدمات الشهر العقاري والبريد والمراكز والمركز التكنولوجي المصغر
والاحوال المدنيه وطاقه التمويل والشؤون الاجتماعيه، كل دوت هيكون موجود في قريه، في القريه المصريه الموجوده في الشرق. ده موجود منه 4 نماذج في القرى الام الرئيسيه: قرى التقدم والابطال والسلام والامانه. يعني احنا بيجاور كده، كل مركز. نعم يعني احنا كده عمليا واصلين تقريبا لمتوسط معدل التنفيذ 97%، يعني فاضل لنا كده 93%، دول 3% دول بننقنق فيهم بقى. احنا لم يتبقى لنا غير بعض الاجراءات في محاور الكهرباء ما والغاز شاء الله الطبيعي ما شاء الله. والاتصالات، وهتكتمل باذن الله بمحور الطرق او محور الرصف اللي اوريدي احنا شغالين عليه. نفس على الناحيه الثانيه محاور مراكز الشباب زي ما حضرتك بتستعرض، احنا وصلنا لنسب انجاز بتتجاوز 98%. ما شاء الله نفس الامر على محاور الأبنية التعليمية، استلمنا 14 مدرسة ما بين صيانة وما بين رفع كفاءة وما بين زيادة عدد فصول، هايل وصلنا هايل في بعض هايل. المدارس ل 22 فصل و25 فصل. كانت التكليف الوطني كان إن أهلنا وشعبنا كان غالي علينا، وحاولنا إن إحنا نقدم لهم أفضل استفادة ممكنة من خلال المبادرة الطموحة حياة كريمة. وزي ما قلت لحضرتك إحنا بنشتغل على 4 قرى أم رئيسية: الجلبانة والتقدم والسلام برافو والأبطال، هم برافو. على أنقاض خط بارليف. بص الله تمام، ينور والله العظيم، عندنا يعني اللي قرى. انتوا عملتوه ده دكتور حقيقي بجد، يعني سواء اذا كنتوا بتعملوه في الاسماعيليه بالاخص وبشكل عام في حياه كريمه، ده شيء بالنسبه لنا كلنا مذهل. صدقني في افضل احلامنا احنا ما كناش متصورين كده. اشكرك جدا 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 يا دكتور محمد، كل الشكر ليك. دكتور محمد انور منسق عام حياه كريمه بالاسماعيليه، اشكرك يا دكتور. تحيا مصر.